راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. يتجدد اللقاء في رحاب الوطن وحلقة جديدة من برنامج نحو الديمقراطية. هذه الحلقة مخصصة للنقاش الدائر حول مشروع قانون جهاز الأمن الذي تم تسريبه مؤخرا وأثار جدالا كبيرا، واعتبر ردة عن أهداف الثورة وعودة لعصر الدولة البوليسية ومصادرة حرية الرأي والكلمة. وزير العدل نصر الدين عبد الباري لم يذهب بوضوح إلى تقريب النص المتداول للقانون، ولم يقطع بصحته من عدمها. أوضح عبد الباري أن النقاش حول مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام بني في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تفتقر إلى الصحة، وأضاف أن مشروع هذا القانون ككل أو غالب مشروعات القوانين تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية كونت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية. وشدد وزير العدل نصر الدين عبد الباري على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، وأنه لا يمكن أبدا أن تجيز مشروع قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية. هل كان تسريب نص مشروع هذا القانون بالونة اختبار لمعرفة رد فعل الشارع؟ راديو دبنجا استطلع عينة عشوائية من المواطنين وسألهم رأيهم في مشروع قانون جهاز الأمن، فلنتابع ما قالوا. أنا أحمد سعد. القانون اللي يتسرب في الفترة دي كويس، لأنه بيساعدنا على الناس اللي بيكونوا مثلا لابسين الزي باسم القانون وكده، بيقدر يتحفظ عليهم، بيقدر يتحملهم يعني. هذا شفيع احمد. وجهه نظري انا في المشروع الجديد بتاع قانون الامن الداخلي انه ما يعني ما حاجه ايجابيه، لانه بتيح لجهة بتاعت استخبارات والمعلومات بديها صلاحيات ما هي مفروض تكون عندها، زي صلاحيات الانتقال، زي صلاحيات تعسفية تانية، حتى ممكن يتجاوز القانون في تمديد فترة الانتقال للناس، حتى يكون الكلام ده خارج طرق قانونية من وراء النائب العام، من وراء النيابة، دول يعتقلوا ممكن أسبوع أسبوعين ثلاثة ويمددوا له، وما يكون ما عنده إمكانية إطلاق سراح مشروع. في نفس الوقت في أي دولة في العالم، أي دولة ديمقراطية، الجهات الاستخباراتية ما عندها حق اعتقال ولا عندها حق تسلح ذات، ما مسموح لها تشتغل داخل الدولة، يعني مهمات عسكرية ما بتشتغل داخل الدولة، هم يشتغلوا برا مع الأجهزة الخارجية. الأجهزة الداخلية هنا المسؤولة اللي بالاعتقال بتكون مثلاً جهاز الشرطة أو الشرطة العسكرية، ده القصاد العسكريين، لكن ما مسموح يعني الجهاز الاستخباراتي فقط. يزيد، طبعاً أنا ضد مشروع قانون الأمن الداخلي كان محرك السوشيال ميديا في الفترة الفاتت اللي هو مسرب. المشروع القانون أساساً بيتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بيتعارض مع مبادئ الثورة. واحدة من أسباب الدفعة كمية من الناس للخروج على النظام السابق هي بطش الأجهزة الأمنية، فبالتالي ما ممكن بعد الثورة وبعد التضحيات من الشهداء نرجع تاني ندي نفس الجهاز نفس الصلاحيات في الاعتقال
اثنين برضو بيتعارض مع الوثيقة الدستورية، لأنه بيتعارض مع كل الوثيقة الدستورية اللي هي بتحكم السودان في الفترة الانتقالية، باعتبار أنه المتفق عليه أنه هو يكون جهاز الأمن الداخلي، قسم داخل النظام بتاع الشرطة، يعني جزء ديبارتمنت من النظام بتاع الشرطة. والجزء الثاني حيكون تابع الاستخبارات، اللي هو قسم بتاع المخابرات، حيكون جهاز عنده علاقة بالأمن القومي، وده حيكون تابع الاستخبارات العسكرية أو تابع للنظام بتاع الجيش. فبالتالي أنت بأي صفة تانية بتجيبهم وبتديهم صلاحيات عالية بالطريقة دي. الحق في الاعتقال والتجديد والحاجات دي كلها، مبادئ مرفوضة جملة وتفصيلا بعد سقوط النظام. محمد الفاضل الشهير بالعم هوغل. هل الدون صلاحية ذاتهم نوين المجلس التشريعي بتاعنا بيعمل القوانين؟ أول حاجة ما عندهم أي صلاحية بتاعت لجنة أمنية بتاعت البشير تعمل قوانين. دي لجنة أمنية، يعني أنا ذات عندنا في مراية على أساس إنه هم دورة بالبندقية وحاكمين أنا حتى بالوضع ذات، ومنو قال لك الأمن ما فيه؟ لو الجندويز بيمسكوا، لو الناس الدعم السريع ليه حتى بينتهكوا الحدود وبيحتغوا؟ يبقى ما عندنا نحن لا أمن داخلي لا أمن خارجي لا أي شيء. الناس دي كلها لو ما جينا وعملنا المجلس التشريعي اللي هو يعمل القوانين، ما بنرضى بأي قوانين برا. قوانين زي بتاعت البشير البشري كل سنة يعملوها دي ما بنرضى بها، والثورة بتاعتنا مستمرة ويسقطوا كلهم. في تقديري ما هو يثير في الإعلام مؤخرا عن مسودة مشروع قانون الأمن الداخلي، حسب المتاح لنا من معلومات والاطلاع على المسودة، من الأشياء التي يجب الوقوف عندها خصوصا نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان، أنه ما هي الجهة التي قامت بصياغة هذه المسودة، وده طوالي بتنافى تماما مع قيم الثورة مصر الحرية والسلام والعدالة والمنهجية التشاركية. ما هي الجهة التي قامت بهذا العمل؟ علما بأن حتى وزير العدل نفسه في تعليق على تباين الآراء من المواطنين ذكر أنه ما هم الجهة التي بادرت بوضع هذه المسودة. دي النقطة. النقطة الثانية، الفصل الثالث المتعلق بالجهاز نفسه تحديدا بيتكلم المادة 12.1 عن أنه الجهاز يتبع للقيادة العليا لمجلس السيادة، تخضع للسلطة التنفيذية، وده هنا برضو كلام ما مضبوط بالنسبة لي، لأنه ما في حاجة يسيب القيادة العليا للمجلس السيادي. ممكن الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة انتقالية في السودان ما في مسمى اسمه قيادة عليا، فده برضو بيوضح أنه دي إشكالية كبيرة جدا جدا. النقطة الثانية تتعلق بالسلطات الممنوحة للجهاز، هي تتعلق بحق الاعتقال وحق التحفظ، والمادة بتتكلم عن اعتقال لمدة 48 ساعة غير قابل للتجديد، لكن الاعتقال نفسه له سلطة برضو ثانية، له حق التحفظ، وده بيفرق بين حق التحفظ وحق الاعتقال، وده بيدي الجهاز حق التحفظ 24 ساعة قابل للتمديد بموافقة وكيل النيابة، ودي برضو مادة خطيرة جدا تتعارض مع الحدود، تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقتين للحقوق، وتتعارض مع أهداف الثورة السودانية نفسها. وده برضو فيها مادة فصادة شديد كأنه تدي صلاحية للجهاز أنه إذا تلقى موافقة من وكيل النيابة بتمديد التحفظ يتم التحفظ. دي نقطة خطيرة جدا جدا تتنافى مع الحقوق الأساسية. كانت هذه طائفة من آراء المواطنين حول مشروع قانون جهاز الأمن المتسرب، والذي أثار طائفة من الجدل والاحتجاجات. وجهاز الأمن في هذا السياق لا زال يتم النظر إليه كقوة عسكرية وليس جهاز مدني يتبع للسلطة المدنية التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء.
التساؤل الوارد هنا، هل يحتاج البلد وفي ظل وجود المباحث والشرطة بأجهزتها المختلفة، هل يحتاج إلى جهاز للأمن الداخلي؟ الإجابة نستمع إليها بوجهتي نظر من الدكتور زهير إمام المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان، ومن العميد شرطة معاش محمد أحمد عباس. زهير إمام المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان والحماية الدولية. لا أعتقد بأن هنالك ضرورة لإنشاء قوات أو أجسام جديدة، بقدر ما نحن في حوجة لإصلاح وتأهيل ما هو موجود. في الواقع لم يأتي مشروع القانون باختصاصات جديدة لا توجد في جهاز من أجهزة الدولة. معظم الصلاحيات والاختصاصات المذكورة في مشروع القانون هي في الواقع من اختصاصات الشرطة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تنص الوثيقة الدستورية عام 2019 صراحة على إنشاء جهاز للأمن الداخلي، بل نصت على إنشاء جهاز للأمن والمخابرات العامة، وحصرت مهامه في المادة 36 من الوثيقة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية. بالنسبة للجانب التشريعي، لا أعتقد بأن هنالك فراغ تشريعي. فعلى سبيل المثال، مواجهة حالات الجرائم الموجهة ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة، أو التعامل مع دولة معادية، أو إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها أو منظمات الإجرام والإرهاب، كلها جميعها إلى الآخر كلها منصوص عليها في القانون الجنائي 91، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 كفل للشرطة الحق في القبض على المتهمين بدون إذن من القضاء في حالة التلبس، وسمح لهم أيضا بتفتيش المنازل بعد الحصول على إذن قضائي. وبالتالي يعني لا يوجد فراغ أو نقص تشريعي يبرر إصدار مثل هذا القانون، وهو بما يتنافى مع فكرة السلطات الاستثنائية. حقيقة ما نحتاجه هو جهاز نظامي ليس له أي علاقة بالمواطن، يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامه فقط على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. نقول ليس له أي علاقة بالمواطن، بمعنى أن الشرطة الطبيعية هي التي ستتعامل مع المواطن، وذلك لأن تجربتنا في السودان ساهمت قوانين الأمن القومي المتتالية في خلق ثقافة الإفلات من العقاب، حيث منسوبي جهاز الأمن يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان دون أي إشراف قضائي على أفعالهم ودون مساءلة. نافلة القول بأننا لسنا في حاجة لإنشاء أجهزة أو قوات موازية. وفي هذا السياق كان من الأجر العمل على إصلاح وتأهيل قوات الشرطة لتطلع بدورها في حفظ الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال والأنفس وتوعية المواطنين. من ناحية أخرى، في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وفي ظل تراجع بنود الصرف على الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، إنشاء قوات جديدة سيشكل عبئا على ميزانية الدولة وعلى المواطن. أخيرا وليس آخرا، في رأينا المتواضع أن قانون الأمن الداخلي أو إنشاء قوات للأمن الداخلي ليست ضرورة ملحة، ونرى بأن يتم إصلاح وتأهيل الشرطة. شكرا جزيلا.
كان هذا الدكتور زهير إمام مجيبا على سؤال هل يحتاج البلد إلى جهاز للأمن الداخلي؟ وجهة النظر الأخرى في الإجابة على هذا السؤال نستمع إليها من العميد شرطة معاش محمد أحمد عباس، فلنتابع معا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فيما يختص بقانون الأمن الداخلي والمشروع بتاع الأمن الذي تم طرحه في وسائل الإعلام مختلفة، أفتكر أنه من ناحية القانون الصياغة فيها بعض الضعف في بعض المناطق، في بعض المواد تم نقلها بالضباط زي ما يقولوا من القانون الأمن السابق، وفصل صراحة القانون فصل على أنه يكون كل أعضاء من الرتب البسيطة من أبناء الشرطة، تجاهل الخبرات وتجاهل الوظائف القيادية الكبيرة الناس ممكن يعني تدير الجهاز بالصورة اللي فيها العقلانية. فيما يختص بالقبض والحجز ولا ده بفكر انه يعني نقل وسطرة من القانون السابق، فكر انه قيام جهاز نعم ممكن يكون هنالك جهاز، لكن في ظل وجود المباحث زي ما في ظل وجود المباحث، المباحث طبعا كل شغلها مربوط بالأشياء الجنائية يعني وجريمة منعها وكشفها، ده يعني معظم شغل الجهة المباحث المركزية بيكون في هذا النطاق. أما جهاز الأمن الداخلي بيكون عمله في حدود حماية النظام، والسودان مليء بتعدد طول الحركات المسلحة وتعدد طول يعني لا بد من وجود جهاز يحمي النظام ويحمي الديمقراطية بالصورة المثلى يعني بدون تدخل في العمل الجنائي بتاع المباحث المركزية، ويكون له قانون خاص وله أفراد ينتمون للوزارة الداخلية. قطع الشك الانتماء غير وزارة الداخلية حيكون فيه ازدواجية في العمل، ازدواجية في التعليمات، ازدواجية في الأوامر، يقود لتعويض الدستور أو يقود للأشياء السيادية يعني التمرد، المحاولات الانقلابية، التجسس، الاجتماعات بتقود لتكوين مكون حزبي لوحدة تصير موجودة في البلد، دي كلها ممكن دي أجمل المجالات بيشتغل فيها الجهاز. غير كده الجهاز حيكون يعني أداة تأديب للمواطن السوداني وأداة لتعذيبه زي ما كان بيحصل في الجيل السابق وتجباح واعتقالات وتعذيب مرات حتى للوفاة يعني. أتمنى أن الناس تتعامل مع القانون بحكمة وتضعه في أطر معينة وتنأى عن أنه يكون في إدارتين للجهاز من الشرطة كمتمثلة في الداخلية أو من المجلس السيادي. الجهاز لا بد أن يكون تابع للشرطة فقط. تحياتي للجميع، شكرا. ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بمشروع قانون جهاز الأمن. وبما أننا في هذا البرنامج نعتني بتوضيح كيفية عمل مؤسسات الدولة الديمقراطية، فإننا ننتهز الفرصة هنا للتساؤل حول مدى دستورية تكوين جهاز الأمن الداخلي بالشكل والطريقة التي تم النص عليها بتبعية الجهاز إلى ما يسمى بالقيادة العليا لمجلس السيادة، وهو مسمى لا وجود له في الوثيقة الدستورية، إضافة إلى التفصيل الخاصة أو النص الذي يمنح جهاز الأمن حق اعتقال المواطنين وتشكيل محاكم خاصة. ضيف هذا المحور المحامي والخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود، فلنتابع معه. السادة مستمعي ومستمعات إذاعة راديو دبنجة، مساء الخير. حول سؤال الحلقة اليوم، ما مدى دستورية تكوين جهاز الأمن الداخلي وفق المشروع أو مشروع القانون المسرب؟ في تقديري هنالك إشكالات. ابتداء طريقة تسريب القانون ونصوص المواد الموجودة فيه
دي بتتطلب أول حاجة وقفة يعني قانونية جادة في الطريقة اللي بيتم طرح قوانين خطيرة زي دي في مرحلة حساسة اللي هي الفترة الانتقالية، ولا بد من إنه القانون يمر بالإجراءات المتبعة والإجراءات السليمة والصحيحة، ابتداء من تكوين لجنة من متخصصين في دراسة القانون وطرحه لكافة ذوي الشأن ومناقشته في فضاءات مفتوحة مش في غرف مغلقة والناس تتفاجأ في وسائل التواصل ووسائل الإعلام بقانون مشوه فيه مشاكل كثيرة. ما في خلاف حول وجود جهاز أمني داخلي بعد الثورة العظيمة دي. السودان يضحي بكثير من المشاكل، كل الدول أو معظم الدول في العالم عندها أجهزة بتاعت أمن داخلي، في مشاكل قانونية وما بيقدر عليها ما بتقدر عليها الأجهزة الشرطية العادية دي، يعني في جرائم عبر الحدود، جرائم بتاعت غسيل أموال، جرائم بتاعت مخدرات، جرائم خطيرة بتحتاج لإمكانيات وبتحتاج لخبرات، بتحتاج لتعاون دولي، بتحتاج ل كيف نقدر نكافحها. فإذا عشان أن إحنا يكون عندنا جهاز أمن داخلي منوط به حماية الأمن الداخلي للسودان من كل المشاكل اللي بتحيط به مع دول الجوار، مع المشاكل الموجودة فيه، مع وجود تراكم بتاع تركة ثقيلة من نظام ديكتاتوري، فلا بد إنه يتم إقرار قانون زي ده بطريقة أفضل. ما في معنى لتدخل رأس الدولة في قانون يخص الأمن الداخلي إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة بواسطة الوثيقة الدستورية. القانون لو راجعت نصوصه في التعريفات يعني يتبع لوزارة الداخلية، الإشراف تحت إشراف النيابة العامة، القانون اللي بيشرف على الجهاز هو قانون الإجراءات الجنائية، دي كلها إذا قارنتها بالوضع القانوني الآن دي صلاحيات الشرطة. ما معنى تدخل رأس الدولة في 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 إقرار هذا الجهاز؟ اختيار عناصر الجهاز، الانتداب من الأجهزة سيئة السمعة الأمنية اللي كانت بتتبع للنظام، ما كان بتتبع للسودان، بتتبع للنظام البائد، عليه في تقديري إنه إذا أصلا كلنا اقتنعنا بوجوب مثل هذا القانون نبدأ من القانون نفسه وضبط كل النصوص بتاعته، صلاحياته، التعيين فيه، الانتداب، دي كلها لابد انها تتراجع. ما في اي مبرر لإعادة تجربة القانون وسمعة جهاز الامن العام اللي كانت اصلا ما عندها علاقة بامن السودان ولا عندها علاقة بامن البلد ولا عندها علاقة بحماية السودان او اراضيه او خلافه. فانا في تقديري انه الوضع بشكله ده غير مقبول، فلا بد من انه يتم طرح مسودة، المسودة يتم نقاش على مستوى واسع جدا، تتقدم فيه ملاحظات، تتقدم فيه رؤية شاملة للقانون، عضويته وصلاحياته، مهامه، وضرورة بأكد على انه يكون وفق القانون. نحن بعد الثورة دي بنتكلم عن دولة القانون، بنتكلم عن دولة المؤسسات، بنطبق في شعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة. لا بد من أن القانون يكون هو سيد الموقف. أضف إلى ذلك الإشكالات بتاعت الفترة الانتقالية اللي من ضمنها عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن، ودي واحدة من المعضلات الكبيرة اللي
بتدي فرصة إنه تتسرب وتصدر قوانين من الجهات التنفيذية بالطريقة دي. يعني الوثيقة الدستورية لما نصت على وجود مجلس تشريعي مؤقت يتكون من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، واللي هم ديل بيكونوا مجلس تشريعي مؤقت لإجاز القوانين، الغرض منه كان القوانين المستعجلة اللي بتساعد في بناء في تكملة مهام الفترة الانتقالية. لكن أنا شايف إنه أسا المجلس التشريعي المؤقت ده بيجي يمارس صلاحيات المجلس التشريعي اللي يفترض إنه واحد من استحقاقات الفترة الانتقالية، واحد من استحقاقات الثورة، واحد من الأشياء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. صح في مشاكل كثيرة بتاع اتفاقيات بتاع السلام الناس ماشية فيها، في مشاكل بتاعت صراعات بين المكونات بتاعت قوى الحرية والتغيير، لكن ده ما بدي أصلا مبرر لأنه نحن نقعد كل شوية نشرع لقوانين كان يمكن إنها تكون أفضل وتساعد في يعني إصلاح الأجهزة العدلية وإصلاح المنظومة القانونية والحقوقية في السودان. يعني عندنا عدد كبير جدا من القوانين محتاجة ل وتشريعات محتاجة لإصلاحات، محتاجة لتعديل، محتاجة ل إنه لما تنتهي الفترة الانتقالية نحن نكون كل المشاكل والتركة الثقيلة دي استطعنا إن نتجاوزها ونستشرف يعني دولة مؤسسات، دولة قانون، نطبق شعار الثورة العظيم. خالص الشكر، الشكر والتقدير. أحمد محمود، المحامي، الخرطوم. ما زلتم تواصلين الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بقانون جهاز الأمن. الناظر لمشروع القانون وإلى تصرفات المكون العسكري في المجلس السيادي يراوده الإحساس بأن السودان يسير بشكل بطيء نحو العودة لمستنقع الدكتاتورية وحكم الفرد. فكيف يمكن وضع حد لمثل هذا الجنوح؟ ومن الذي يمكنه إيقاف هذه الردة؟ ضيفة هذا المحور الأستاذة أمل طه المحامي. بالنسبة لمشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2021، في رأيي أنه دي واحدة من القوانين الخطيرة جدا جدا هذا المشروع. والمشروع ده في رأيي أنه أساسا مشروع لقانون غير دستوري وغير قانوني، لأنه مخالف لسيادة حكم القانون وما بعزز للديمقراطية وللحرية، لأنه القانون هو بيعتبر مدخل لتدخل الدولة في حريات الأشخاص. ونحن ممكن نقوم نعاين للنصوص بتاعت القانون والسلطاته. لو رجعنا للمشروع بتاع القانون بالذات في المادة العاشرة اللي هي بتدي السلطات للجهاز، السلطات لاستدعاء الأشخاص، وبتدي السلطات بتاعت القبض والتحري والتفتيش، دي في المادة العاشرة في الفقرة باء وفي الفقرة جيم. يعني حتى المواد دي لما مخطوطة حتى ما مخطوط إنه يعني بتسمح بإنه نفرض إنه السلطات دي ذاتها هي ماشية بإنه عن طريق وكيل النيابة أو القاضي، رغم إنه بنلاقي إنه في نفس المادة لما هي بتتكلم على 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 حجز الأموال، الضبط وحجز الأموال المشبوهة، بتتكلم على الحصول على أمر مكتوب مثلا من 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 وكيل النيابة. وبرضه ممكن نقوم نشوف إنه 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 إنه, إنه حتى السلطات بتاعت الاعتقال هي مخطوطة إنه سلطات الاعتقال في المادة 11 الفقرة ما بتشير لإنه سلطات الاعتقال دي هي بتكون بأمر مكتوب من المدير شخصيا. فبنلاقي إنه بأمر مكتوب من المدير شخصيا يعني دي السلطات بتاعت التدخل بتاعت الانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان. دي الإشكال في إنها بترجعنا لنفس المربع القديم الساهم لحد كبير لكمية القضايا اللي كانت موجودة في العهد البعيد، كانت بشكل مباشر للانتهاكات اللي حصلت من جهاز الأمن، كمية من القضايا، كمية من المشاكل اللي قامت حصلت. في رأيي إنه ده قانون معيب. بحديث الأستاذة أمل طه نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.